انا ما ادري اخذهم من طرف اذبحهم كلهم. المشكله الانفيد نفسه مره قوي والله صدق، يعني بغض النظر عن اللي قاعد اقوله انا. حقني هذا يلو يلو فينجر ابوي يلو. يلعن امه نزل نزل بشكل سليم، المفروض تطيح من الكلب. صح اوه خلاص 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 هنا. يلعن ابوك يلعن ابوك يلعن ابوك. تضرب الجدار ليه؟ شو الانفيد؟ شو الانفيد وقع ذا سحر بعد. لا حرام عليك باقي له تراني ميت من القهر. ما حددت عليه؟ ما حددت عليه. وين الطريق؟ اوكي هو في طريقة حلوة شلون؟ انك تخدع فهمت؟ انه يجي يضربك يبغى يضربك. لا تو يوم تضربه انت وهو نازل من الدرج حلوة. اسحب بس ما حددت عليه ما جاء عليه التحديد. انك محدد عليه كل الضربات. يا راحت قلبي وقلت آه انت آه على الرخيص غالي. ليش متخبي يا ابن ال... عارف اني بسوي فيك كذا ذكي ذكي للدرجة دي؟ تعلمت من اخطاء الماضي. موت يا القم يا ابن الكلب. خلاص ذبحته. الحين ابغى اروح هنا هذا المكان القى واحد كلب. خلني ما القاك. تسكن هنا يا امك. وين؟ اختك فاطلع المفروض تكون هنا والله. ليك مو بذا المكان. من ذا؟ summon this phantom. والله ما ادري وش هو. يلا تعال. unable to summon.
وش ذا من ذا تاتش تو سان؟ واحد يبغى يلعب معي الظاهر. لا 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 هلا بالمزيون. مش بنتفايت ولا وشو؟ بني ساعده. يلا يلا مشينا. جري ها؟ يلا جري سريع مرة. اتمنى انك وراي يا صاحبي. يا صاحبي عن ام القهر يا صاحبي. مات صاحبي. ترى ما ينذبح، ما منه فايدة يعني. نزلت عليه ضربته بس ما فايدة. وين تبغى؟ تبغى ذا اللي تحت؟ تعال تعال هنا هنا. شيك سويت؟ اوف مات؟ وين هو؟ وين الزميل؟ والله اني داري انك نزلت له. طيب من هنا الطريق سامح يعني. ابو مرجلتك هذا منه ذا اللي طلع لك واحد شفته واحد اونلاين ما ادري شلون شبك معي بس يعني صرنا نساعد بعض يعني شكرا يا الله اي والله شكرا مره يعني هلا فيك على فكره ترى تقدر تسوي كذا في البلاي ستيشن انتوا العبده اوف وش ذا تعرف الاماكن ذي يا استاذ؟ وين راح؟ خلاص؟ خلصت مهمته؟ احتريه حبيبي. يحتري مين؟ رهيب ذا يحتري الوحش ينزل. خطير. يعرف يعني ظنك؟ طيب هو وين اخوي؟ بس انا ما ادري وين راح يعني. اتوقع انه هنا؟ وش السالفة؟ تصدق شكله فاهم. شكله فاهم اكثر مني. بيت في بيت ثاني هنا. تعال ابن الكلب. ابو مرجلتك. الله يا اخي انت ثاني ارجل واحد اعرفه في الكوكب. نسحب ولا ايش؟ تدري انك تعرف الطريق ذا؟ عم القهر. لا لا
اخي عظيم انت، انت انسان عظيم، انا ودي اخلد اسمك في التاريخ. عادي اكتب اسمك على الجدران. طيب سحبنا ذي، وش اللي نزل؟ اوه سدينا على الكلب. احنا بنضرب هذا؟ انت متأكد؟ الراجل حيزعل. تسمع؟ لا لازم احاكي الوضع. شكلنا شهداء. جلدك يا شيخ. والله يا اخي انا يا اخي شلون بالله، شلون ليش شلون اشكرك؟ تعبت تعبت يا اخي، تعبت والله من كثر ما انا يعني احب الادمي. كيف يصير خويك يا اخي؟ يلا اروح هنا. اوكي يا رب انك يعني ما اوكي في هنا شيء. شلون ظهر في كويست هنا؟ اوه في واحد ثاني بعد، في واحد ثاني عملاق ثاني تدري بعد. ايه يلا راح ننزل دين. اوكي ما نروح يعني. اوكي ضربني يا بي. ما اني اشوف شيء، كل رجول عن امه. طيب وينه؟ اي والله قاعد يضرب بس المرأة جت تكفى. ما لقى مع خوي اللي هو انا. دقيقة خلنا ناخذ الأشياء البيضة ذي. وين راح ذيبان؟ ترى ما اشوفه والله. دم ربع عمري نص. كيف ما معي هيل. اي والله في واحد يشتغل امه. اوف اوف كلنا والله يا ولد يا ولد.
هي اللي ابن الكلب. بيبان حافظ والله. اوه الاخير، انك اقدر ادخل ودمي كذا يا زميل. اتوقع ما ترضاها لي يعني. تسوي اوف، حط ثلج، ما عندي سبلات انا. ادخل شجاعة تكفي يا صاحبي. ايش سالفة؟ لا بصراحة الشجاعة ما تكفي مع ذولي. بالكرامة لا 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 تركب. اوه في بوس هذا اي واحد. طيب والله ما ادري شو. والله انا ما اقدر اضرب احد كثير. سؤال وين الفورس؟ حاليا ما ادري يمكن اذا ذبحنا ذولي هو يتاثر لانه متدمج. قاعد يتدمج. اوه ذاك البوس هناك تدري. اصبر اوكي. طيب وين راح الحين؟ دم دم ابغى دم. ما اقدر ما عندي. انا باقي شفت شفت كم باقي لي. ما يقدر يعطيني. صار على ضغط كثير. خلاص مرة كثير. ضرباتك كثرت. أنا أكون مبسوط. انا ابو مرجلته يا دحوم. الله رهيب يا اخي. شلون شلون احييك؟ نسوي لك كل شيء بالعربي. وين وين اللي يسوي ايماءات؟ اصبر فيه هنا يسوي ايماءات بس ما ادري شلون. هذه لا زبده شكله راح صح؟ والله خلاص راح. والله رب الكعبه انك ارجل انسان. ولا كذا حركات لا راح خلاص. وينكم يا الكلب؟ عند ربكم ان زميلي كان معي. هذا الكلب اللي ذبحناه شفت؟ هذا من ضمن القصة اللي سمعتها انا عن اللعبة. هذا رئيس الكهنة لا تمام؟ ايه قبل شوي. ايه هذا كان يتغذى على لحوم البشر. نعم عشان كذا هو صار كذا بالشكل ده. وصار الكهنة الكلاب ذولي يجيبون له الناس ياكلهم. اي صاروا هم يزبطونه ذولي اللي حوله اللي كانوا يزورون حوله. ايه والشخص اللي شفت النار هذه الجريسات. ايه هي على اساس انه في شخص كان يحمي البشر تمام، وربط ارواح البشر بالنار هذه عشان ما تظلم الدنيا في العالم ذا. اوكي شبوي
ايه لا مو هذه يعني بشكل عام في نار في اللعبه ما تلاحظ اللعبه اغلبها دارك كذا ظلام ايه ايه لانه على اساس انه في نار لازم تقعد شابه عشان البشر يحيون فهمت يعني كلام كبير يعني هذا اللي فهمته منها كان الوحوش هذول يعيشون بالظلام وكذا ايوه وانا وكل وكيف توقد النار ذي شخص مره قوي يضحي بنفسه عشان تدوم النار هذه فتره اطول شخص كذا يضحي بنفسه حلو ويلكم هوم سبيك هلا بالموت ما عليك انت بس انت المسيني وانا ضبط امري انا ماني فاهم ايش اوه شوف شلون قله الى زياده واحد ليش ايش المبالغات لا اصبر اوكي 115 و اوه لا إذا نزود هذه يا زين اوكي التطوير لوحده كم يبقى معي؟ او لا يبقى يبغى لي 9000 لا على ابوي ويل هاي يكفينا شرك شفت دحوم شفت هذه ايه هذه عشان انادي احد يساعدني اكتب في الارض الو نفس يا اخي نفس هذاك بالضبط بس طرق مختلفة بس يعني ايه بس حركة ذي تطوير مو بزينة صراحة ايش نفسه نروح الحرمة ذي عشان نطور ايه لازم انت وش معك؟ وانت فيك متاغر قلت شيء أحد بيني سولف معه شيء. أنا قد سولفت معك قبل كذا. To learn I am. In flame. أوه عنده دروع. والله درع قوي ذا عن الأسحار والماجيك. مرة قوي فيها درع بس فيزيكال وذا زي الزفت وش الجرة دي كراون اوكي شو يسوي يزود النار عندي وستاد اشياءات طب ليرن سبيل اقدر احط السيف وش ذي طيب؟ اوكي. تتطور ما في مشكلة يعني، تطور ليش لا؟ Do not be gone for long. لا ما عليك. ما عليك. يبان. بدك تطور سلاحي؟ لا ما بدأ.
طيب كيفك؟ يلا خلنا نشوف. مستوى 3. Pretty, be careful. قبل شوي تقول لي حركة بايخة، ترى صدق يعني انت لما تطور لازم ترجع للقاعة الرئيسية. طور اسلحة مو طور شخصية. هذه حسنوها في ذاك. سالفة وش فيه هنا؟ نعم هذه بدل عجز دولاك وذا في هذه اللي تبيعك الأشياء. gracious let I own. خلنا نشوف عندك لكن عندك الايتم في الأخير. ما عندك إلا حجر واحد. طب شو اللي زاد من الايتمز يعني؟ Ashen one. برضو في شغلة بايخة ترى، ما يجي التطوير ولا يعني تستفيد من شيء لين تجلس على النار. اوكي نفس ذيك. ذيك لازم تجلس على النار عشان تطور عشان تحط الاشياء. لا مو عشان تطور، عشان يصير له فعالية، فهمت؟ ترجع القوارير. وش استفدت انا يعني؟ انا اعطيتك اشا، وش صار عليها؟ وش ذي بعد؟ بوست دمج. طيب حلو، ذي هذه حلو. اشن 1. شوف هنا، شوف هذه الاماكن هي اللي تحط فيها الاشياء. عندي خواتم كثير، خلينا نشوف هذا وش هو. Recover FP from critical attack. اوه حلو ذي، هذي حلوة. اوه ايه اوكي. وبرضه نفس الطريقة تصير ثقيل لو زودت الأشياء. لازم تهتم بال شو سالفة؟ ليش هنا علي كذا في أشياء هنا؟ أوه السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. اسم كذا يعني؟ ويلكم باك. إيه واضح من الصوت، ما يحتاج. رايح صوتك أصلاً. اسكت. بس اول اخر مره ادرينالين 6000. من اللي فاز؟ من اللي فاز؟ كانت يعني الفكره في راسي كانت حلوه. قلت لك انا قبل شوي ها قبل شوي انا ودحوم نتحدى، مو نتحدى، تحديته. قلت له اسمع، تتوقع تكرر الحركه دي مره ثانيه ولا لا؟ انا ايه انا بكررها في الشتاء، لان الله حق العيب الوحيد الحر. ايه ما في زحمه ولا تزاحم ولا قله ادب. كيف ما في زحمه ولا تزاحم ولا قله ادب؟ ايش الفرق بينهم كلهم يعني؟ ما في، احنا دخلنا احنا واصلين متاخر، ترى طلعنا من البيت 5 وشوي. ايه ما شاء الله وصلنا متاخر. على طول دخلنا، دخلوا سيارتنا جوا، قعدنا جوا لو داري ما رحت نسوق. وباصات وأوبر ما أدري وش تقولون لي، والله لبقت عند البواب على طول، بس رقيت الدرج.
غريبة. مو سالفة اني بنت و... ما كان زحمة يعني؟ بوابتنا لا صراحة، ممكن بوابات ثانية اي، بس والله سالك شيء تواجد ولا ما في مشي؟ ما في مشي. قولك لبقت السيارة، لبقنا يعني فوق، لبق نزلنا فتشونا على طول، نزلت من السيارة فتشوني شافوا التكت دخلوني ونزلت مع الدرج بعد. حتى الكراسي ترعى التكت، الرقم موجود في التذكرة مو بالمربع. واختاري كرسي. لا حلو كرسي لقد كرسيك. في ناس كانوا يعني اغلبهم عيال اللي كانوا قاعدين عشوائي قوموهم ليه؟ مو مقاعدهم، مو يعني يتأكد مقعدك ولا لا. ايه لا، في ناس اصلا جو هربانين من مربع المربع، لاجل المنظمين قشعوهم قشالوهم لان بفلوس اغلى. ها صح، عشان كذا. لا لا لا، نفس الفلوس اللي جنبنا على طول. طيب ليش نفس الشيء 250؟ بس ده مو مقعدك، مو من حقك، لان جو اول صف قدام. تلقى كرسي بعيد ولا شيء بيقرب بيبي. اي اخذ اول ثلاث صفوف، مسوي نفسي افضل، مسوي نذكي يعني. كيف الموقع؟ المربع حلو، بس لو مرة جاي المربع الأيمنة اليمين شوي اللي أقرب للمنصة أفضل، عشان تشوفين المباراة، لأن الصدق إني ما أشوف. لا وعلى حظنا كويس شفت التيفو كويس أكيد. لكن الرابطة نشوف المدرب اللي قبالنا بيرفكت الفيو، ممتاز على الجمهور، ممتاز الفيو. العيب في الفيو شيئين المباراة، لأن أنت أول مرة تحضري مع الجمهور؟ ودي إيه. وكيف كانت التجربة؟ اللي جنبي كلهم راقين فما حبيت، ودي قد ما الحج اللي جنبك إيش؟ مرة راقين. يلا ما يسوون شيء، حتى ما يصرخون، ما كل اللي اسمع الملعب كلهم كذا يضربون على الكراسي، تعرف طط 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 اللي يعترضون حماس. والله يا عيش هذا، يا عيش شلون ذي اللي جنبك بنات ولا عيال؟ كل بنات. اوكي، يا اما بنات، مجموعه بنات، يا اما واحده وزوجها واحده اوه ما ادري. طيب لو انك منصه. لا والله بس لا تكلم، لا لا يعني لو انك نفس التجربة بس انك منصة، اليوم انت بالمنصة. الصدق الصدق ما فرقت، احس المنصة الا ان كان الفيو تكييف عشان ادخل جوا كذا يعني كتكييف، بس راد. انك يعني تكررينها اذا كانت منصة؟ اكررها حتى مكاني بس بالشدة، لان عيب الوحيد اقول لك الحر. انا توقعت انه تجربة تاريخية صراحة الحمد لله. انا بس مرة يعني مضايقات وقط كلام، والله ولا قط كلام ولا احد يناظر، يعني تحس الشعب فعليا تغير، مدري شو فعل مدري شو بس فعليا مرة غير جاي مركزين على اهدافهم. البنات ترى البنات كلهم اللي من غير حبي واللي بناطين ضيقة اللي في كل ميك اب وشعور، والله ولا يلتفتون كذا. او اني انا بفكر الدروب ما ادري فيه كلامية ما شفت مرة محترمة حتى قلت المان ما شفت انا مرة بهرون يعني. العيال يعني متربين اكثر من البنات. جت صفين بسرعة يوم جينا، ماما كانت تبي درينك بارد، طسنا حر مرة. جاي اذا رحت الخريف في الخريف باخذ معي مهف. طيب في سروات عند ال كافيهات ايه فل وقت الطلعة واجهتوا زحمة؟ طلعنا
أول 20 دقيقة من الشوط الثاني مرة بدري طلع. أوه يعني ما كملتوا كل المباراة؟ إيه إنك انكبونا وراحة. شو انكبوكم وراحة؟ أنا طلعت علشان تعادل. أنا طلعت علشان لعلكم بس ما في. عشان إيش معلش؟ أنت عادل. عشان التعادل يعني؟ إيه أنا طلعت أساس أعطيهم فرصة يفوزون إن كان مني بس طلع الفريق بكبره. نيمار جاي مصاب شهر ما راح يلعب. لا لا هو أصلاً ترى معروف دارين عنه من قبل حنا. نيمار كانت إصابة مكررة وين؟ كانت في الكاحل. ألو؟ كان ما يبي يسوي العملية عشان يلعب كأس العالم. ألو؟ لعب كأس العالم سوى العملية حقة الكاحل. كان يسلك لنفسه يضغط على نفسه عشان يلعب كأس العالم. ما يصير فيه شيء يوقفه يلعب يضغط على نفسه. الحين سوى عملية الكاحل ذي وتوه مسويها ورجع يعني الحين مرحلة الشفاء. ايه فالحين لا خلص الشفاء خلاص الحين الاعداد بدني بعد موسم وكذا اعداد بدني ممتاز عشان ما ترجع عليه اصابات ثانية عضلي وبدني خلاص اعداد بدني. بلا ميزة نيمار ترى ما يغيب عن التمرينات بيل اعداد بدني ممتاز وجدول حلو. بس هل تتوقع انه بيلعب من قبل ولا بيسلم غيره؟ ما راح يلعب الا بعد التوقف الدولي. شلون خليك من ده اقصد بيلعب هو من قبل اوروبا ولا زي كريستيانو؟ بيلعب بس طريقه لعبه ترى غير كريستيانو مره. ادري كريستيانو هو لعيب الولد كإمكانيات ترى تبعت لكم من بخبر. إذا شخصاً يرقص كذا. لا تبين تشوفين نيمار جدي بعطيك ملخص لعب وخليك تشوفين نيمار لعب لسه. لا شلون سوى ستايل حقه تبين تشوف شلون هي تقول يرقص ويلعب ومدري إيه أنا أقول أنا شفت كم مباراة داهية قبل الله يجي يعني. تبين تشوفين مباراة له لعب جدية مرجلة ما بي مباراة له الغالب يرقص لا أيه. هو في بال لا هي هو مو بيرقص انه يستهبل داري بس انا اقصد انه اسيستات ما هو بولز لا ويجيب جول ويجيب اهداف يجيب اهداف شوت من بعيد شوت من قريب سحب يدخل يخترق اولات لا شوت ولا تبعد احسن من كريستيانو ولا فرق ترى افضل من كريستيانو اليوم ترى افضل من كريستيانو اليوم الحمد بس انه هو والله الحمدان تدري ليه هم قاعدين يتدربون قاعدين يقولون اللاين اب تشكيله مين ايه قالوا فلان الفلاني ووف فلان ناصر الدوس لا ناصر الدوسري بوووو ايه. حمدان بوووو حرام كسروا خاطري اشوفهم قدامي كسروا خاطري صح اني ما احبه لا ما معليش مو هو يعني قدامي قاعد ترى هذه اذا لاعب كويس هذه رساله حنا مو راضين بمستواك اشتغل على نفسك بس يعني رساله واضحه جدا اذا انت حنا ما نكرهك شخصيا بس مستواك زفت بس انت تحبطه كذا يعرف اللي مو بحضوره طب هو بتوصل له المعلومه وهو مثلا جوا خله جوا يدخل جوا بعدين حسب توصله حسب زي ما توصله اذا كان بيشوفه والله بشكل سلبي كيفه لكن الرساله واضحه انت مستواك سيء انت لعبت 4 مباريات ما شت شوت على الباب اخو اللي جاب الهدف الوحيد اليوم قبل حتى المباراة اللي فاتت هو اللي جايب جول مثل اللي قبلها اي بس 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 وش المهاجم اللي ما يشوت على الباب؟ ايش؟ ترى ما شوت شوته واحدة المباراة اللي راحت اي اوكي كمهاجم ما هو زين ابد سيء مو مكان الهلال بس انه اي عشان كذا اشتغل على نفسك في ناس اسوأ منه بالفريق اي تقدر تشتغل على نفسك تقدر تجيب مدرب خاص تقدر انت تربي رازق بعقد تحلم فيه الاجانب قاعدين يشتغلون على انفسهم وهم ممتازين افضل منك مراحل
يجيبون مدرب ويتدربون ويتعبون ويشتغلون على أنفسهم لين ما طلعوا لين يعني وهم كويسين لا زالوا. أنت وأنت مستواك سيء ما تبي تشتغل على نفسك يا ناصر الدوسري ويا الحمدان أنا بيك شبع شبع فلوس خلاص الحين اللي الأشكال دي وده تطلع وده الهلال يقول لها يلا مع السلامة. لا شوف الحمد لله عنده امكانيات بس حنا ما عندنا وقت نصبر عليك صدق. ايش مو وقت اني اصبر عليك وانتظرك. انت عقدك مع هذول الناس على سنتين ترى بعدها خلاص. انا احس مو إيه بس ما عندي وقت اني انتظر يتطور يعني ممكن في الفرق بين المتوسطة اوكي بيصير فنان الهلال ده والله اليوم مرة خيب مرة ضايع. طبعا الشوط الأول الحمد لله ما أشوف ولا شيء. ليه؟ أنا مكاني عند المعلم ما أشوف ولا شيء كل هجمات الهلال. الشوط الثاني ولا شيء يدوبك شفت الركنية وطلعت قبل التبديل. والله التبديل حق ميشيل انهى المباراة صراحة. الشعب كلهم كانوا داخل كانوا ايه كان يعني كانوا عندك كويس والله الدنيا كان يسبسب ومتك يوم زال مستواك طبعك جديدة حلوة أحبها الوحيد الجو الله حق نعم أكررها بس في الشتاء إيش بعد أكررها في مباراة حماسية مرة مو في مباراة وإيش بعد ما فتشوني تفتيش اللي تسير معك كذا لا زين ما جبت المتحرك ايش خدتي معك؟ قهوة باردة طرم موية فل ثلج. لا انت اخذت تقولي شنطة ما نعرف ايش اخذتي فيها شيء ما اخذت بالاخير لا بالاخير عبيت الجيوب ومشيت عبيت جيب في شوكلت ايوه وطرت مويه وقهوه قهوه خلصتها في السياره طبعا مع الكوكيز يوم رحت ماما شرت بوب كورن صراحه ما كان يوكل ابدا ما كان يوكل واضح انه متسوي شهر اللي فات راح نسوي من زمان كان ياكل في الليل ما يمضغ حتى واحلى شيء البنات طلعنا لقينا سرة طويل لقينا بنات كنا هاي كيفك وسوال عنك وتوش وقلت هاي وخمتني مين تعرفيهم يعني ولا كذا يعني لا تمثيلية قدام العيال يوم قربت كذا من عند ابنك تسمعي وش معك ها طيب والله اللي ما وقف سرعة انا قادر عليكم يا اخي انا مزعلك تجربة حلوة العب يا حلال يا مارك بس والله زعلوني يوم ما اعلن عنه حرام يعني زعلوك يوم ايش؟ ما اعلنوا عن متروفيتش اعلنوا عنه بعد ما انتهت المباراة زعل اصلا قال انه في شيء فاجئة لكم ايه رفضت الرابطة ليه؟
أصلاً كل اللي بعد درجات قالوا مترو مترو مترو. اتفاتكم قالوا الحين نسحب جائزة الايفون رزيت تم الظهر كذا اللي يكفون أنا باينة قدامي واحد راس طويل مغطي عليه ناظر مين يصد بالله بالله ايفون تكفت وين معطي آخر عطوها واحدة ثانية طه مين؟ طوى واحدة ثانية عاد الله حق لو طلعوني يمكن من الحياة أقول لا لا شكرا شوف واحد ثاني والله لي ما أنزل قدام العالم الليل الواحدة يوم نزلت كلهم قام يصفق وحياة يروع الظهر وهذا اللي الحين انا لابسه نفس الشيء هذا لا باقا باقا ربعين هذا 61 يلا هلا 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 بدول ابغى شي خفيف يا سبتان واني ولا انا 200,000 على العالم ولا يا راسي يا راسي وش انت ايه يا هلا يا الله يشوف اوه والله رهيب طلع الكلب ذا باقي رجولك باقي باقي جولة تونا فكر اطير صراحة طيب ما ليش ما اقدر استخدمها طيب معليش ممكن انها من خلصت مبارياتها القوية صلاح ينفع ننهي انت سهيل اخطاء وصف المكافآت لسه يا اخي ما راح تتكرر دي 205,000 على العالم وذا الحين في اشياء ما عرفت استعملها
هلا والله ريب على طريق سبحان الله كأنك تعرف اني ابغاك. كيف العال؟ لا وسهلا. اسمع هلا والله كيف احط سبلات على السلاح وكذا؟ في سبلات اخذها مخصصة للأسلحة الظاهر. لا بس انا ما قد استخدمها. ما قد حطيت سبل على سلاحك؟ لا والله. قصدك انفيوز؟ ها؟ يعني فاير مثلا تحط على سلاحك نار مثلا. اوكي في فحم، في فحم مخصص لثلاث اشياء. افتح الباب، افتح البيت شوي. ثواني والله انا فايت. ايه خذ راحتك خلص انا فايت. خلص من عيال الكلب اللي هنا وارجع لك. شب جو شجرة يا غبي. صار سمين. لا والله القصيدة أدرى أب بس أب فاهم بس نمتوا؟ لا قد أخطط وجوبك بجع صراحة يا صاحبك الحين عندك تو خلصت. هيا افتح الباب. اوكي ثواني قبل ما افتح الباب بس لك مقطع.
ماشي يا ذل. اوكي سوف تعمل ذبحت الباص اللي هي لغة بهذي ما عليك لعنت والدي والدي ما راضي عندك اعتراض دحا عندك اعتراض ولا جيزة عندك اعتراض قليل مرة قليل ما ردك تدور الستر بعدين ما لا جا انجلد على عينه بالجزمة ايوه جزمة القديمة ده انا ضربه بالجزمة هيك قيمك ها كف ان جاكسون ذا حق تشيلسي وش وضعه يلعب ولا يلعب ايوه يا شو اسمك؟ اي ذبحته اللي هنا طيب بعدين في احد في شيء ثاني هنا ولا خلاص كذا خلصنا هنا؟ شلون معليش ما تتركز في احد غير البوس ذا اللي هنا؟ لا لا ما في يعني هنا مضيعة وقت اللي قاعد تسوي ذا صح؟ طب طيب طيب خلاص كذا بعد كذا ما اعرف وين اروح فيه طيب انا اتذكر في واحد في واحد هنا مفروض يكون صح؟ بوريك وينه في باب شفت المنطقة ذيك اللي قلت لك فيها بابين دقيقة بس خليني اروح عند المكان اوكي شوف المكان هذا انا اتذكر هنا في واحد انا شايفه في مقطع يوديني على مكان هنا مفروض يكون بس ما طلع يا اخي ما اتذكر في واحد على مكان الا خلصنا يكون هنا منزلح في الزاويه خايف واكلمه وبعدين اروح اسافر ما ادري شلون عاد هذه دي ال سي يا قلبي انت هذه يعني. الاضافه بعد ما تختم اللعبه تلعبها بلا طيب اوكي غيره يلا الحين وين نروح لا الحين اوكي شفت المنطقه اللي ذبحت فيها كريستال سيج ايوه راح ارجع لها راح للبونفاير حق كريستال سيج اتوقع انها هنا لا هنا هنا هذا الدرج يودي لها عندها بوم فاير بس نسيت شكلها نمشي من هنا لا لا مو من هنا لا مو من هنا مو من هنا اتوقع اخر بوم فاير اي اخر بوم فاير اي مو من هنا ارجع لا لدي ولدي هذه ذبحت كريستال سيج انت الساحر صح؟ ساحر اللي تطلع في اكثر من مكان وهنا ايوه حلو 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 فارم كيب كيب رونز اوكي رحت للمكان يعني انت اوريدي انت قاعد تشوف متاخر شكلك لا 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 انا قاعد اشوف المناطق اللي انت رحت لها خلاص اجل انت ذبحت بايس واتشر ذالي الاثنين الجنود صح؟ اللي هنا ذبحتهم كلهم لا لا خليك من المنطقة هذه اللي انت فيها في جنود اثنين بوس اول فيز كذا يجونك اثنين ويجيك واحد يساعدك فجأة يدخل البوس الثاني الفيز الثاني ويكون مع سلاح نار هذا لعب ضده ولا لا؟ امني ذي الحين ناسي طيب وين نحصله ذا؟
عشان نشوف مكانه وين. ارجع للبونفاير، دور على كيب روين. اذا ما عندك البونفاير روح الفارون كيب. ندور على هنا في نفس المكان ذا. اروح للبونفاير علشان نشوف المناطق حقت ايش هذه. انا متاخر عندي. ما عليه يلا شوف اروح. اوكي وقعني. روح الكيب روينز. وقعني ضربه بالجزمه. كيب روينز. ايوه ايوه ذبحت البوس اللي عند الولف الكبير اللي جالس صح الذيب. رب اني ناسي يعني ما اتذكر بالضبط. اوكي طيب مو مشكله. اتوقع انه لا هو طريقه من ذا الباب. ثواني بس امشي ذا. لا مو عند ذولي، مو عند ذولي الوحوش. امش ورا ارجع عشان اشوف. اوه انت فاتحها. طيب دخلت عليه؟ لا ما اتذكر اني دخلت هنا. ادخل عليه في باص قدامك. الله يعينك. شكلك ما عرفتني وانا اجلد هذاك. قلبي عشان اسمعك. البوسات اللي تواجههم ذولي اي كلام. من بعد البوس هذا بتواجه بوسات كلها صعبة. طيب معليش في حجر اللي هو مدري اللي قلت لك عنه اللي لازم تروح منطقة معي. طيب الأحجار هذه أنا بحيس مقطع لازم تجمع الفحل. ما تقدر تسوي انفيوز، ما تقدر تسوي ذا الماجيك اللي انت تقول عنه. ايوه بدون الفحم لازم تعطي الفحم اول بعدين يقدر يصنع لك. حلو اوكي طيب ايه يلا بعطيك انا بعطيك المقطع حق الفحم وانت تشوف. ايه تكفى ارسل ادس. طيب الحين الطريقه من وين سيدة؟ من هنا ايه صح سيدة كل سيدة لين ما تحصل. والمفروض انك ما تذبح احد عشان ما تستهلك هيل لانك راح تحتاجه. سيدة يعني وش يذبحون بعض؟ ايه دي انت بتشوف تدخل الفايت بتشوف شلون فايت حلو مرة. اتوقع اني ارتد بولك. لا 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 يا الربع لا لا شي يلعن ام القهر. شوف ايش صار. والله ايش رايك والله والله تشوف انت قهرون. توقعت بقدر اراوغ وكذا. اصبر انا سمين اصلا لازم ابدل ملابسي ولا في حل. شيل الخاتم ذا. ولشم ولكم. اوكي ودو حطينا خاتم. خلاص اذا الوضع يصير طبيعي. ما في من هنا يعني تحرشت فيه غض الغلط. ولا تسويش قدامهم كلهم بيصيروا.
كده وردة. قديمة عرفناكم خلاص. لا مو قديمة، واضح انه مو قديمة، واضح انكم عارفيني انت. خلاص بدخل على البوس، وخر انت يا. لا لا لا، في مقطع سينمائي. وذول اللي يتفايتون ايش ليش فيه؟ يا اخي لبسه حلو. تقدر تاخذه اذا تقعد تذبحهم، ترى تقعد ترجع تفرمهم بينزلون لك. نفس الاشخاص ذولي يطلعون لي اكثر من مره؟ يقدر ايه يعني ترجع تفرم، ترجع تفرم يعني ما يموت مره واحده. ايه ذا زعلان. ايه ما يموت مره واحده، ما يموت ويختفي. ايه لبسه حلو نفسيه، لأنهم داخلين في البلاتينيوم حق اللعبة، في أشياء كنا تتأخر من الكون، فمن ضمن الأشياء اللي نسمعها لك يسرون الباس ذا قوي مرة كتابنا. ايه ما يلمس أصلا، ضربت ضربة ما كنا فيه. تتعب تتعب معنا. او اثنين ايش دعوه ايش فيكم؟ اقصد كان الثاني مو الثاني يتدمج اكثر من البطل الثاني. عرفت؟ لك ساعد لا تشوف. احنا وين اللي مفروض اضربه الحين؟ يجيك واحد يساعدك الحين. ايه هو جاء الله. لا الدمجة اللي يجي يساعدك ولا يحول عليك. يا ابن الكلب يا غبي، يلعن ابوك. تكفى رجال، لا ترجعني عند البوم فاير. مقهور. حقني مرة زعلان. أبي يجلدون اخوياك السبك. خلاص روح. ابوك طلع صوت غريب يا ابن الكلب. ليه كلكم علي ليه؟ يا راجل
كويس، كنت بيجرب عشان أثبتها. سديدة ضبط والله عشان نستمتع. كده تخيل نفسك ناسي لا لا بخيف هذا حركة لا 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 أنا وين نايم قدرة أنا مغبرة خلاص بكرة أكمل. تقدر حاول معه؟ لا لا خلاص أنا ما استسلمت بكرة، أنا ماني مركز وراسي مصدع وقهرني مرتين والطريق بعيد، يبغى له صبر. بكرة بعد الدوام إن شاء الله. على راحتك، أرسلتك المقطع في الديسكورد. الله يسعدك، إيه أرسلته في الديس؟ خلاص بكرة إن شاء الله أفتحه وشيك عليه. لازم والله السلاح يتطور، لازم ما يصير. تمام يلا يا قوم استاذنكم. لا بس استاذن يركب شيء كلكم. الله يستر عليك. توفيق. شيركم شيء وش الله يستر عليك. ها؟ أنا سمعتك تقول.